السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور، كي داير لاباس عليك؟ بارك الله فيك لاله حليمة. لاباس، كيف كنتي يا دكتور؟ ولله الحمد والمنة بخير وعلى ألف. أنا سبق لي واحد جوج المرات كنت وصلت معاك إلى عقلتي عليا. عافاك لاله حليمة والناس الآن الفترة كلهم محبوبين، وشكون اللي عينك؟ الله يخطيك، الله يخليلك صحيحتك سيدي، الله يخليلك صحيحتك. بارك الله فيك لاله حليمة. الله يجازيك، بغيت تدعى معايا انا وواحد الاخت ديالي، الله يجازيك بخير. يا رب يا رب. ايه في الزواج ما كيكمليش، والاخت ديالي عندها الجين داك المس العاشق، مره كت هذا دارت الرقيه وعاودت هكايا مازال مره. يا رب يا رب دكتور. يا ربي انا صليت عليك بزاف في التليفون ديالك وما كيسعفنيش لحد باش تجاوبني في التليفون ديالك الخاص. الا كان ممكن الله يجازيك بخير استاذ تصوني عليا، ولا لا صليت عليك تجاوبني الله يجازيك بخير. وخلى حليم على الف بكل فرح وسرور. لا بكل فرح، انا احتفظ بالرقم ديالك ان شاء الله ونتواصل معك باذن الله ومعذره. عندي ثلاث ارقام وكنتواصل بهم بدفعه واحده لان بزاف ديال الاحباب بحال وجهكم واحيانا يتعذروا علي لان باليوم كيكون عندي واحد العمل شويه اداري في احدى المؤسسات وكنكون منشغل بقوه وكيبقى لي الوقت ضيق حتى كنجي للاذاعه، واتمنى لو كان اليوم اطول حتى اتمكن من التواصل مع كل الاحباب الكرام. معذره جزاك الله الف خير، وان شاء الله نتواصل معك بعد البرنامج. لاله حليمه، قضيه المس العاشق شيء مرعب. ما هو المس العاشق؟ هو أن الفتاة كتكون إما جميلة جدا وتتباهى بشكلها في المرآة، كتلقاو بعض البنيات ديالنا شابات عندهم 17 18 20 سنة عاجبها راسها وكتشوفها في المرآة، خصوصا في منتصف الليل في وقت متأخر من الليل، هذا مدعاة للإصابة بالمس العاشق. الفتيات بالليل إذا شفتي راسك في المراية واحد دقائق معدودة وانصرفي، أما أن تبقي الليل كله وكتشوفي الحاجبين العينين أشفار الأنف وتقاسيم الوجه ولي بوان نواغ، هذا كله يؤدي فيما بعد طول النظر في المرآة مدعاة لهجوم الجن العاشق. سبب آخر كيقدر يكون هو القلق النفسي المستمر، إنسان مكتئب مقلق كيقول أنا ما عندي زهر، انا كنستحق اكثر من هادشي، تعدوا عليا وما عطاونيش حقوقي كامله وانا في وضعيه صعبه، وكيبقى يبكي وما كاينش اللي غيسمعو. فكيجيني الجن العاشق يقول لي انا نسمعك، وكيدخل معاه في الخط وكيعود ملبوس، وكاين الله يسترنا ويستركم اللي هو يا معمول لي عمل شيطاني عمل سحري، كيكون تسلط الجني على الانسي، شي واحد دار ليه شي سحر وصيفطوا ليه باش يعذبوا. وكاين النوع الرابع اللي هو غير اعتداء، هذاك الجن العاشق حتى هما مخلوقات جوالين في الارض، كيقلبوا على شكون هو ذاك اللي ضعيف، ذاك اللي هو ما مضيش، ذاك اللي هو غير محصن، ذاك اللي هو وكيدخلوا معاه، كيتسموا هذو معتدين عن اعتداء. هذا الجن العاشق ملي كيدخل للجسد، هل هناك اصلا جن عاشق؟ هناك من ينكر، بعض المدارس في علم النفس تقول لا، أن المريض عنده حالة هستيريا وينبغي أن يعالج بمواد كيماوية أو يعالج بجلسات كلينيكية أو جلسات سريرية، هذا توجيه في الفهم عند بعض المدارس في علم النفس. ولكن الحقيقة أقول لكم أيها الأحباب الكرام، لأنك يقول لك سول المجرب لا تسول الطبيب، المجرب كيكون عنده عين الحقيقة، الطبيب كيقدر يكون عنده قراءة وحالات هنا وهناك، ولكن المجرب فعلا كاين الجن العاشق، ولكن ماشي كل مريض نسموه جني عاشق، راه كاين حالات على الهستيريا. واحد الفئة اللي عندها الجن العاشق كيتلقاه كيدخل ليها مع الدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، كيمشي ليه مع الدم ديالو. وهذا الحديث كان سيدنا النبي قالوا لما كان غادي مع زوجته في الطريق صفية رضي الله عنها، زوجته صفية، وصفية كانت يهودية وأسلمت،
صفية بنت حيي وأسلمت وأسلم أبوها وأسلم الكثير من أبناء قومهم يهود أسلموا، تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرة بالليل صفية كانت نفسيتها مضغوطة وقالت للنبي الكريم بغيت نخرج بالليل نشوف الهواء نشم الهواء ونشوف النجوم. فالنبي الكريم زوجها أراد أن يخرجها في الطريق، وهي خارجة غادي في الطريق صحابيين شافوا النبي مع صفية لابسة الخمار ديالها، فخشي أن يظنوا سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هما غشافوه هربوا جروا. ويقولوا النبي الكريم يا فلان يا فلان على رسلكما على رسلكما، هذه معي إنها صفية بنت حيي، إنها صفية بنت حيي زوجتي، وإني خشيت. هما قالوا يا رسول احنا عرفنا احنا عارفين احنا استحينا. قال لهم لا، إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شرا، وإن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. إبليس كيجري مجرى الدم، والجن العاشق أيضا كيلبس الإنسان بحال كتلبس أنت الجلباب كيلبسك، لكن الخطير أنه إذا لبس الإنسان منعه من الزواج. دابا كنلقاو واحد مجموعة كبيرة من الفتيات بنات عائلات عائلات شريفات عفيفات، وربي جعلهم كاملات مكمولات، عطاهم الله من الجمال نصيب وافر والاخلاق، وكل اللي عنده مستوى دراسي وكل اللي ميسوره ماديا، يعني جمعت جميع الاوصاف المطلوبه، ولكنها لم تتزوج. يا معروفين كنعرفوهم عدد كتفاجئ. شنو هو السبب؟ السبب انها اما عندها هي الجني العاشق يمنعها من الزواج، في شي واحد كيبغي يخطبها، اما يكره يكره لها هذا الخطيب، او يكرهه يكره لها هي. مره واحد الفتاه هذه الحاله هذه قلت لها باش كتشعري بنتي؟ قالت لي هذاك الخطيب وجهه كيتبدل، مره كيبان لي صفه كلب مره صفه قرد، ما حملتوش ما بغيتوش. مره ثانيه جا واحد السيد خطيب وتقربوا يديروا العقد ويديروا العرس ويوقع الخصام. ملي كنسول السيد بغى يمشي بحاله، السيدة باغاه والسيد بغى يمشي بحاله، مالك اخويا شنو اللي ما عجبش في هذه الفتاة؟ قال لي كلشي عجبني فيها، دارهم الله يعمر لهم الدار، هي طيبة اخلاقها، ولكن ريحة كبريتية تنبعث منها، عندها واحد ريحة كريهة. هي قالت لي راه كاين اللي كيقول لي ريحة كريهة، راه كنمشي نغسل على قبله كنمشي للحمام يوميا، وكنستعمل افضل ديال لي بارفان افضل الروائح الزكية. وكيقول لها لحظات يقول لها كنسمع غير الكبريت كنشم ديك ريحة كريهة. ففر الرجل ما قدرش يستحمل، وهذا دخول الجني العاشق بينهما. او كيقدر يكون حاله اخرى، الزوج باغي الزوجه والزوجه باغي الزوج، باغي بعضياتهم، ولكن اطراف العائله ما كيبغيوش، اطراف العائله كيقول لهم مو سخط رغبه، اذا تزوجتي مع فلانه انا سخط عليك، او باها كيقول لها هذاك هو اللي ما حملته ما قبلته. هذا كيكون الجني العاشق هو اللي كيدخل بيناتهم. ويقدر تكون الفتاه هي ما عندهاش جني عاشق، ولكن من حولها تلقى اختها او عمتها او خالتها او جارتها، والعدوى تنتقد، لان ذاك العدوى بحال واحد لازون غادي وكتسع فتصيب من حولها. العلاج غادي يكون ان شاء الله بسيط، واخا كدير الرقيه. احسن علاج رايته وعلمته في هذا المجال هو ان الفتاه المصابه تكثر من قولها لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا خاصها قبل نربي الذكر خاصها لابد أن تربط قلبها بالله، الله 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 حي، الله هو القوي، لا إله إلا الله، الله الماجد، الله الواحد. نعمر قلوبنا بالله تيليشارجمون، راه كاين اللي كيذكر الله ولكن قلبه خاوي، خاصنا نشارجوه. ولو شارجمون كيكون بذكر الله، او كيكون البحث عن 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 جلسه ذكر فيها الصالحين والصالحات مجموعين، تجمعوا بعضياتهم كيذكروا الله، اما يقراوا القران العظيم او يديروا المواعظ او يديروا المديح النبوي او يديروا السماع. هادو صالحين، انا مريض كندخل وسط منهم كنصح، علاش؟ لان الذكر نور، الا كنت انا ما قدرتش نذكر وما كيذكروا الله بلاصتي وانا كنستمتع بهم وكناخذ الفضل. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. هذا خير عظيم، نذكر الله تعالى
وخصوصا أن نستعمل ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما معنى الذكر؟ معناه لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الله. قيل في الآثار أن أول من ذكر هذا الذكر هم حملة العرش. شكون اللي علموا لهم؟ علموا لهم الرحمن، على العرش استوى، الله تعالى هو اللي علمهم. حينما خلق الله العرش، والعرش عظيم عظيم عظيم، عرش الرحمن، وفوقه الكرسي، وفوقه خواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكون بما فيه من كواكب ومجرات مثل نقطة الرمل كحلقة في فلات. هذاك العرش عظيم، لما خلق الله الملائكة يسمون حملة العرش، قال الله احملوه، فتهيبوا وقالوا يا ربنا أن لنا أن نحمل هذا العرش العظيم الذي ما عنده بداية ولا نهاية. علماء الفلك اليوم وعلماء الكون قالوا بأن الكون ما عنده لا بداية ولا نهاية، لأن في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل، إلى أن قال وكل في فلك يسبحون. الكون ما عنده نهاية. علماء الفلك اليوم في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين وصلوا إلى نظريات حيرت العقول وأوقفت عملية الحساب. جميع الرياضيات والفيزياء والكيمياء النووية والقياس بالسنوات الضوئية كلها فشلت، أصيبوا بالدعر، أصيبوا بالخبل. هذا الكون العقل لا يمكن أن يستحمله، الذي يمكن أن يستحمله هو القلب. لا إله إلا الله، الله أكبر. فهؤلاء الملائكة لما أمرهم الله تعالى أن يحملوا العرش تهيبوا وقالوا يا ربنا أن لنا أن نحمل هذا العرش. فقال الله عز وجل قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما قالوها حملوا العرش بكل بساطة، حملوه. لذلك يقول الصالحون اللي جاتك صعيبة، امتحان جاتك صعيب، تجارة جاتك صعيبة، مسؤولية جاتك صعيبة، قضية في المحكمة جاتك صعيبة، شخص تتكلم معاه من ذوي النفوذ والسلطان جاتك صعيب، اش غدير معاه؟ باك صعيب، الزوجة قوية، ولدك عنيف، كي غدير معاهم؟ غتبقى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقى تقول كثيرا. ما الذي يقع؟ إنها تلين الحديد، الحديد يلين، الحديد وخا يكون صلب يصير لينا. ربك يقضي الحوائج وهادشي مجرب، جربناه كثيرا، ياما وقفنا في مواقف خطيرة، مواقف صعبة للغاية، وكتقول هذه الخلالية، وكتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله، ما شاء الله، الله يتجلى بلطفه ورحمته وعفوه. ويروى في الآثار أن ربنا عز وجل حينما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له سجدوا، وقيل أن الله قد أعفى هؤلاء الثمانية من حمل العرش، أعفاهم لم يسجدوا لآدم. فقال بعضهم لبعض لعل الله تعالى قد أعفانا من السجود لآدم لأننا نحن في خدمته، ربنا كلفنا بمهمة جسيمة نقوم بها، لهذا لا يمكن أن نترك هذه الخدمة ونذهب للسجود لآدم، الله محتاج إلينا. فلما علم الله مقالتهم قال إذن يا حملة العرش اتركوا العرش. فلما تركوه تهاووا فتمسكوا بالعرش فعلموا أن العرش يحملهم لا هم يحملونه. الله هو الحي القيوم، كما قال لموسى إن نمت أنا من يحمل السماوات والأرض أن تزولا. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله إنها تطرد الجن، وخصوصا الجني العاشق، إذا بقى كيسمعها اليوم وغدا وبعد غدا يحترق. غتلقي واحد الجني عاشق عنده قدرة تحمل قوية، كاين الجني العاشق اللي تسلخه وتضربه ويحلف ما يرجع، ولكنه يشتاق لأنه عاشق ويعود مرة ثانية. بحال داك اللي كيشرب الخمر، راه عارف الخمر مضرة وكيتسد في السجن
وكي يلقى عتاب من العائله والاحباب وكيعنفوا رجال الامن وكيقول عمرني ما نعاود، عمر داود ما يعاود، ولكن غير الشهر كياخذ الماندا كيستنشق ديك الرائحه كيعاود يرجع مره ثانيه. او بحال اللي كيدخن السجائر كيقول لك انا تبت الى الله، اخر سيجاره هي هذه، وكيبقى مده طويله، ويوم من الايام كيكون في حفل مع الاصدقاء وكيسم ريحه السجائر والقهوه النديه فتشتاق نفسه فيضرم شجره. هكذا يقع الشوق. الجني العاشق كيقول عمرني ما رجع. كنلقى الجني مثلا كنقرا عليه القران الكريم باش يخرج، وكتقول لي ادي القسم المغلظ، كدير يدك في يدك كتقول لي قل ورايا اقسم بالله العلي العظيم ان اغادر هذا الجسد وان لا اعود اليه ابدا، وان عدت فعلي غضب من الرحمن وعلي الحرق الى يوم الدين. وكيدير القسم المغلظ، هو صادق لا يكذب، ولكن كيغيب واحد شهر اسبوع اقل اكثر وكيعاود يرجع. ملي كتقول علاش رجعت يولي اشتقت اليها، هذا الشوق. هذاك الشوق باش غنحيدو؟ غنحيدو بالصلاه على النبي الكريم. كيف؟ لان الصلاه على النبي، لما اصلي على النبي هناك رائحه طيبه اطيب من المسكي تنبعث منك. فالجني العاشق لما يشم هذه الرائحه الطيبه هو لا يحبها فينصرف، وعاود كل مره كتطلق عليه ديك الريحه. الصلاه على النبي، ما من مجلس يصلى فيه على رسول الله الا رائحه طيبه اطيب من المسك، فتقول الملائكه هذا مجلس يصلى فيه على النبي، فاذا بكل الارواح الخبيثه تنصرف. فكنقول لك اختي الفاضله لاله حليمه، انت والاخت ديالك غتبقاو تقولوا هذا الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلمي يا أختي حليمة ما كاينش اللي يفكهم، لا راقي ولا معالج سوى الله، الله وحده لا شريك له، لأن الراقي الحقيقي الحاضق هو غير دال على الله، دال على الله، وإنما الله هو الفاعل. بقيت تقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، ثم صلي على النبي الكريم، ومن بعد رد علي الخبر. والله وبالله وقد رأيت هذا وعشته كثير مرارا مع أناس، ربي شفاهم وعافاهم ثم اختار لهم أفضل وأنبل الأزواج، وحضرت إلى أعراسهم وكنقول لك المريضة واش عقدتي ملي كنتي مريضة وكنتي كترضخي وكنتي في وضعية الهستيريا وكتقول كنفكر في الانتحار، ها هو ربي عز وجل قد غير كل شيء وجابت العريس هذا الوسيم هذا المرضي، واعطاهم الله الذريه الطيبه وحضرنا للعرس، ومنهم من قال يجد بحنا الحولي في الحقيقه، وعشنا حياه طيبه وعندنا يقين 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 صادق وجازم بان رحمه الله واسعه وفضله كبير، ولكن دير النيه دير النيه، وربي عز وجل يريك عجائب قدرته. حفظكم الله ورعاكم الله واسعدكم الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.